إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك مع الدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد ومستشفيات دار الفؤاد. أي مريض تليف كبدي أيا كان سببه، فيروس، التهاب مناعي أو غيره، والوظائف الكبد عنده متأثرة بشكل واضح، لازم يخلي باله جدا من نظام أكله ويهتم بيه جيدا. لازم طعامه يحتوي على كل المواد الغذائية الضرورية والأساسية والفيتامينات، لكن مطلوب منه فقط أنه يتجنب الملح الزائد، لأن تناول الملح في الطعام عنده بيتسبب في تورم القدمين وتجمع السوائل والميات داخل بطنه اللي بنسميه استسقاء، وده كله بسبب ضعف وظيفة الكبد. ولو مريض التليف الكبدي بيتعرض لحدوث غيبوبة كبدية، لازم برضو يتجنب في أكله الإسراف في البروتين الحيواني زي اللحوم والطيور والأسماك، لأنه لو أكل منها بكمية كبيرة ممكن يتعرض لحدوث غيبوبة الكبد. فاصل وهنقول لكم معلومة جديدة. تناول القهوة باعتدال من الحاجات المفيدة جدا لجسم الإنسان. دلوقتي الدراسات الطبية العالمية أكدت كده، أكدت أن شرب فنجانين قهوة في اليوم بيحسن من حرق السعرات الحرارية وتنزيل الوزن، وكمان بيعتبر وقاية من دهون الكبد المرضية وبيحافظ على نسيج الكبد. القهوة كمان بتقلل من مضاعفات التليف الكبدي وبتقلل من حدوث سرطان الكبد، غير ان القهوة بالطبع بتحسن من اليقظة والحالة النفسية والمزاجية والقدرة على التركيز، الا انها كمان بتخلي الشخص اقل عرضة للاصابة بامراض المخ زي الشلل الرعاش والألزهايمر. دمتم في صحة وسلامة. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.